أيضا مشروع قانون الانتخابات يعتمد اختراع هذه عشر خصوصا بعد انقضاء فترة فيما يخص مضمون اقتراحاتنا، هل نحن مع هذا القانون او ضد؟ التقرير يعتبر شبه سري لانه يجب ان يسلم للجهه الرسميه اولا من غير الاخلاق، لا اخلاقيين ولا سياسيين ولا قانونيين، اننا نشير الى موقفنا الرسمي من نمط الاقتراع الا بعد ما يتسلم صاحب الاقتراح تقريرنا وموقفنا. نحن مع ضد هذا شرط 4%. ماذا بنا نعطيو الفرصة لكل الأحزاب الناشئة، ما نقولوش صغيرة، حتى كلمة كبيرة وصغيرة من احنا نقول ممكن حزب القديم أو عتيد، لكن هذه أحزاب ناشئة. احنا ضد، احنا مع إلغاء نسبة 4%.